افتتح أول أمس بصالة العرض ميجاراما الدار البيضاء العرض ما قبل الأول لفيلم رهان لمخرجه محمد الكغاط بمشاركة ألمع نجوم السينما المغربية. أحدث الفيلم الذي تم تصويره بين مدينتي الدار البيضاء وإفرام جاء في قالب رومانسي كوميدي، أراد من خلاله المخرج الكغاط تقديم نوع جديد من الأفلام معتمدا في ذلك على حبكة كوميدية رومانسية في قالب مشوق ومليء بالأحداث الشيقة. هذا الفيلم هو من يعني سيت اون كونتينيتي ديال الافلام اللي درت قبل سورتو في نهار ذات فضل، كان اون كوميدي فانتاستيك اللي فيها لي زيفي سبيسيو، ولكن التحدي اللي كان في هذا الفيلم اللي هو اون كوميدي رومانتيك تو سامبلومون ما فيهش لي زيفي، ولكن ساغيست كو بغيت ندير انا اون كوميدي رومانتيك اللي هي عندها كيف ما كتعرفوا عندها واحد الجمهور عريض بزاف، يعني كيدخل لها الجمهور لو غران بوبليك. الفيلم يتناول قصة شابين يقدمان على رهان على أساس أن يقوم أحدهما بتناول وجبة العشاء مع ممثلة مشهورة مقابل 5000 درهم في حال نجح في الرهان، لتتوالى بعد ذلك الأحداث المثيرة مليئة بالمفاجآت والمواقف المضحكة. الفيلم عرف مشاركة وجوه معروفة على الساحة الوطنية كأسماء الخمليشي وربيع القاطي ومراد الزاوي، وقد لقي ذلك تجاوبا كبيرا من طرف الجمهور الذي تفاعل مع الفيلم داخل قاعة العرض. التجربة كانت فريمون تري انتريسانت، لان هذا الفيلم كنت كان عندي السيناريو ديالو هذا السيناريو مدة عامين، وهضرت انا وسي محمد وهضرنا على الفيلم وعلى البيرسوناج. حاجة واحدة اللي كانت شي حاجة اللي مختلفة، انا درت عدة ادوار راكم عارفين على فيلم غرافي، ولكن هذاك لي زار مارسيو ديال الاولاني في الاول كان جديد بالنسبه للافلام المغربيه. اذا تصوروا لو كان قدروا نديروا حنايا حنايا بحال كيبيل ولا بحال الافلام ديال الشينوا اللي فيهم لي زار مارسيو مي افيك دي ليموسيون افيك لو جو لي زيفي سبيسيو اي ليموسيون دو لاكتور اوسي. ويعتبر فيلم رهان تجربه اخرى لمحمد الكغاب بعد ان قدم اعمالا تلفزيه وسينمائيه اخرى ناجحه كسلسلة البعد الآخر ونهار ذات فضو وأصدقاء من كندا.